والدستور هو اللي كيسموه فوق الكل، والدستور هو اللي كيأكد على الحقوق والحريات، والدستور هو اللي كيأكد على فصل السلطات، لأنه هذا الدستور يستجيب لمطلب أساسي هو أن تكون له الجرأة ليعترف بالتنوع الموجود في المجتمع المغربي، أن تكون له الجرأة للاعتراف بالطابع الديمقراطي للدولة المغربية، وأن تكون له الجرأة كذلك ليقول بأنه هذا الشيء يتم استخدامه في أفق بناء مجتمع اللي كتسوده العدالة. لأنه بالنسبة لنا في حين ما جيناش باش نقولوا نعم، لأن يتعين القول نعم. حنا حيث عندما أخذ الحال أن نقول لا في فترات حالية قلنا لا، لأنه عرفنا أن الدستور ماشي في مستوى ديال الشعب المغربي وما يمكنش أبدا أننا نتسناه. دائما الرياض ديالنا الأساس بالمسألة الدستورية، أي بطبيعة الدولة، أش من دولة هذه؟ واش دولة ديمقراطية أو دولة استبدادية؟ ودائما وأبدا منذ نشأتنا منذ الأربعينيات وحنا جايين وكنأكدوا على أنه ما يمكنش تكون دولة ديمقراطية حتى قبل أننا نحصلوا على الاستقلال. ولما كنا نطالبوا بالاستقلال ما كناش نقولوا الاستقلال فقط، كنا نقولوا الاستقلال والديمقراطية. 2008 2009 2010 بمفهوم التعاقد السياسي الجديد، بمفهوم المطالبة بجيل جديد من الإصلاحات، بمدخل دستوري واضح، وهادشي مكتوب قلنا في تجمعات، وقلنا في برامج تلفزيونية، وقلنا في برامج إذاعية، وقلنا في مواقع إلكترونية بمدينة الناظور، قلنا ذلك على أساس أنه البلاد في أمس حاجة إلى أن تعود إلى سكة الإصلاح، وإلى أن تدخل مجددا في ورش هائل ديال التغيير، وأن نواصل ذلك. جاءت ربما واحد العناصر مشجعة اللي جعلت أن بلدان عربية عربية عرفت ما عرفت، وأنه إحنا كذلك عرفنا واحد الغليان في الشارع المغربي، وعرفنا حركية من داخل ما سمي بالحركة 20 فبراير. هذه مناسبة باش نوجه لهم التحية على هذه القفزة، على هذه النفحة الهائلة اللي قدموها لنا كذلك أحزاب سياسية من أجل أن أننا نعاود نخرجوا شوية راسنا تحت الماء ونحاولوا نكونوا كنتكلموا بصيغة الجمع، لأن التواضع يقتضي ذلك. حنا كنعتبروا بأن ما قمنا بواجبنا، لكن على أي حال جاءت هذه الحركة وأعطت هذا النفس اللي كان من الضروري أننا نحيوها من أجله، وإن كنا بالطبع نستمع اليوم إلى بعض الآراء من داخل ما يسمى بحركة 20 فبراير، وهي آراء محترمة للديمقراطية المغربية تسعى إلى ذلك. هذو آراء محترمة، ولكن في ذات الوقت يمكن أن نقول بأنه ما علمناه هو أن هذه الحركة ما عندهاش موقف موحد، عندها مواقف، هي حركة الناس يعبروا بكل حرية من داخلها. وبالتالي أعتقد أن البعض الذي يقول بأن هذا حتى في الأوساط الخارجية ها موقف الحركة الفلانية، هذه حركة متعددة الهويات ومتعددة الإسهامات، وحتى المناظرين ديالنا موجودين فيها في عدد من المدن وفي